أشاد معالي علي سعيد مطر النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة الاتحادية للجمارك بجهود هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة في مكافحة تهريب المخدرات عبر المنافذ الجمركية بالإمارة ودورها في حماية المجتمع من تلك الآفة الخطيرة. وكانت جمارك الشارقة قد نجحت مؤخرا في ضبط محاولة تهريب شحنة من مادة الكريستال المخدرة وزنها 123 كيلوغراما إلى الدولة عبر أحد المنافذ البحرية قادمة من دولة آسيوية. وتأتي جمارك الشارقة في مقدمة الإدارات الجمركية بالدولة من حيث عدد ضبطيات المخدرات خلال الأشهر العشرة الأولى من العام الجاري. وللمزيد من الطرح ينضم إلينا عبر الهاتف الأستاذ محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة. مرحبا بك. بداية، ما دلالة أرقام ومؤشرات الضبطيات التي يقوم بها قطاع الجمارك في الدولة ودور جمارك الشارقة في ضبطيات المخدرات؟ حقيقة هي دلالة على أن قطاع الجمارك يمثل خط الدفاع الأول لصد محاولات المهربين الراغبين في إدخال المواد الممنوعة والمحظورة عبر استخدام طرق جديدة ومتنوعة للتهريب. جمارك الشارقة تعتبر رافد أساسي لدى قطاع الجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة. حققنا بفضل من الله خلال هذا العام، خلال العشرة أشهر الأولى، 2521 ضبطية مخدرات من إجمالي 3995 ضبطية بما يعادل 63% من ضبطيات المخدرات الجمركية على مستوى الدولة. هذا يحملنا مسؤولية إضافية في أن نحن نطور منافذنا ونجهزها على أعلى مستوى. كذلك هناك طرق متنوعة وجديدة للتهريب. ساهمت جمارك الشارقة من خلال تطوير أجهزتها وتحديثها، أجهزة التفتيش، خلال الأعوام الأخيرة بقيمة تبلغ ما يقارب 50 مليون درهم، استحدثت من خلالها أفضل وأحدث أنواع الأجهزة اللي استقطبتها من 3 قارات مختلفة على مستوى العالم لمنافذها البرية والبحرية والجنة. نعم، حدثنا عن تطور مستوى الأداء في المنافذ الجمركية بالشارقة ودوره في تعزيز تنافسية دولة الإمارات وتحقيق مبادئ رؤية الإمارات 2020. لا شك بأن قطاع جمارك في إمارة الشارقة هو أحد الشركاء الرئيسيين الهامين البارزين لقطاع الجمارك في دولة الإمارات العربية المتحدة عموما، ونحن مساهم أساسي في تحقيق هذه الرؤية اللي تحديدا تؤكد على دعم الاقتصاد المحلي وهو دور أساسي للجمارك، بالإضافة إلى كذلك حماية المجتمع من خلال صد محاولات المهربين لإدخال المواد الممنوعة والمحظورة. يمكن ضبطية الكريستال الأخيرة اللي تفضلت وذكرتوها اللي كانت تقريبا 123 كيلو جرام هي من الضبطيات المهمة والنوعية اللي حققناها قبل أسابيع من الآن بجهود فرق العمل في مركز جمارك ميناء خالد. نعم. طبعا هذا يحملنا مسؤولية إضافية مثل ما أكدت لك بأن نحن نطور أنفسنا وأجهزتنا وكوادرنا لتواكب المستجدات في عالم التهريب. نعم، عبر الهاتف كنت معنا الأستاذ محمد إبراهيم الرئيسي مدير شؤون المنافذ والنقاط الحدودية بهيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة. شكرا لك.